ثم يقول الله عز يعني كي لا يكون دوله بين الاغنياء ثم يقول بين الاغنياء منكم طبعا ثم يقول الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب يعني بمعنى لا بد ان تسلم لهذا النبي عليه الصلاه والسلام هذا ابتلاء المؤمن وهي ابتلاء البشريه يعني امراض القلب لا يرضى الم نجد في قصه توزيع الغنائم احيانا بعضهم يعترض و... لا اذا اعطاك الرسول ارضى ارضى بانه بانه العادل بانه اذا بخسك اذا اذا رايت بخسا ظاهرا ف... فلا تعترض واذا رايت ان النبي اضاف لفلان فهو لرحمه به وبقومه من ان ينساق وراءك المؤلفه قلوبهم بل الله شرع المؤلفه قلوبهم ايضا في ايه الصدقات على كل حال يعني التسليم لله للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم المطلق هو من هو من التسليم لله عز وجل وهذه أنا شرحتها كثيرا وتحدثت عن كثيرا مسألة التسليم وأن المسل وأن المسلمين ما أضعهم إلا المعاندة والمجاحدة وعدم التسليم لا لله ولا رسوله ولا حتى المعرفة ولا حتى القرآن عندما تأتي بآية حين ما يسلمون ما يسلمون تمكن الهوى من النفوس وال... والكبر والأنداد وغير ذلك على كل حال وذكر